نصب القصاب سلطانا على قلبي فثقبه ليغرق زورقه. من علم الضوء الشحيح بأنه هرم وأن طموحه قد مزقه؟ إلى يومها الختامي وصلت أعمال المهرجان الثاني للشعر العربي الذي أقامته الجمعية الدولية لشعراء العرب على مدار 3 أيام ألقيت فيها قصائد منوعة ودارت خلالها أحاديث وندوات حول مسيرة الشعر العربي وكينونته. هذا السر العظيم الذي في اللغة العربية، يعني أنا الآن بإمكاني أن أصغي فأسمع رنين خلخال عنيزة، وأسمع رنين كأس أبي نؤاس، وأسمع صليل الفتوحات الإسلامية، وبإمكاني أن أتكلم الآن فيسمعني من لم يولدوا بعد وسيولدون بعد قرون. الحداثة في ميزان النقد الأدبي كان عنوانا لندوة أدبية عقدت في اليوم الختامي للمهرجان، حيث تم التطرق إلى تاريخ هذه القضية والجدل الذي أثير حولها وآراء النقاد بها. ولم يخلو اليوم الختامي من رنين القوافي يصدح بالمهرجان من أفواه شعراء نهلوا من كل وديان الفنون الأدبية وصبوها في قالب شعري يترك في وجدان السامع أثرا عميقا ويحمله إلى فضاءات الماضي والحاضر والمستقبل بأجنحة الخيال وعلى صهوة المنطق والعقل. كتمت بصدري أم ترى حبست بفي فتعطلت، أم جفت الكلمات في شفتي كي تستفز الحرف في لغتي وفي. خذ ناظري وانظر إلي. أنا الأردن نهر من حروف وروح قصيدة في الضفتين، ولي من سمرة الدلتا جبين بعزة نخلة في الرافدين. القائمون على هذا المهرجان أكدوا استمرار رحلته عبر محطات الزمان والمكان، حاملاً رسائل أدبية ولواء ثقافياً لكل من نطق بالضاد أو عشق سماعها.